السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوجبه سهله، ساندويتشات العشاء على حساب اللي باغي يديرهم الغداء او العشاء على حساب. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد ساندويتشات زوينين كيجيو غزالين تبارك الله. وحتى واحد متبعه قالت لي عافاك شاركي معنا شي حاجه من المملحات اللي كديري، وان شاء الله انا غنشارك معكم هاد السندويتشات كيجيو بالدجاج غزالين وسهلين وكيجيو رطبين. المهم اول حاجه ان شاء الله عندي هنايا نص كيلو ديال الطحين من نوع ممتاز، عندي هنايا جوج معالق كبار ديال السنيده، عندي هنايا ربع كاس ديال الزيت، عندي هنا كاس الحليب، عندي هنايا جوج معالق كبار ديال الزبده، المهم غندوبهم ان شاء الله، عندي هنا معلقه كبيره ديال الخميره، شويه ديال الملحه وبيضه، وانا نوريكم ان شاء الله الطريقه باش غنبدا. المهم البنات انا عندي هنا الطحين، غنشد هنا جوج معالق كبار ديال السنيده، نعاود معكم، عندي هنايا شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره، نحاول نحركو مزيان، المهم اللي بغا يحرك باليد ديالو يحرك. هنايا غندير بيضه كامله، غادي الزبده ديالي كدوب باش تساعدني دغيا. المهم غنحرك مزيان باش هديك السنيده مزيان تخلط هي والخميره. كنحرك على من الزبده ديالي تدوب، باش تهبط البيضه كتدخل في الطحين مزيان، كتساعد نتا في العجينه. المهم البنات حتى الزبده ديالي كتدوب، بعد ما حركت الطحين درت معاه البيض والسنيده، نخليها تدو، وغنجيب هاد الحليب ديالي غير شويه، غير دفا غير شويه، صافي باش نبقى نعجن به. صافي البنات كنشد هاد الزبده ديالي كنخوي هنايا على الطحين ديالي، شتي كيجيو هاد السندويتشات زوينين ورطبين. صافي غنبقى نحرك حتى يتجمع ليا الخليط مزيان، وغنزيد شويه د الماء الا خاصني شويه، غندير شويه د الماء ديال دافي، عندي هنا شويه د الماء دافي، غنحرك مزيان وهنا معكم. المهم البنات هانتي انا جمعت هنايا العجينه ديالي مزيان، غنجمعها وغنكمل. انا قلت لكم دائما في الاخير كنخلي الزيت هي الاخرانيه باش كنجمع بها العجينه باش كتجيني رطبه وهشيشه. صافي انا غادي نجمع ونوريكم، كتجي ما كتجيش قاصحه، كتجي شويه يعني رطبه بزاف. هانتي شتي البنات بعد ما سايت العجينه ديالي، قلت لكم الزيت دائما كنخلي انا هي الاخرى باش كتبقى العجينه ديالي هشيشه. المهم انا غنغطيها وغنخليها يعني ترتاح، هذه حاجه مهمه والله. شتي العجينه محدك خليتيها عطيتيها الوقت بحدها كتجي زوينه، العجينه ديال الخبز ديال المسمن ديال اي حاجه حد كتعطيها انها كترتاح مزيان كتجي النتيجه ديالها زوينه. البنات ها انتها العجينه ديالي هي خمرات، هنايا غنشد واحد اللاطه غندهنها مزيان بالزيت وغنقرص بالزيت، ما غاديش نقرص بالطحين، وما غنقرصهم قرصات صغار، كلشي كيعرف كيفاش الطريقه. المهم انا غنقرصهم وغادي تشوف. هانتي شتي البنات بعد ما ساليت التكراس عطاني سبعة الحبات، المهم انا درتهم شويه يكونوا كبار، ما درتهمش صغار، لبغيتهم صغار غيعطوكم كميه بزاف. المهم هانتو شتو نص كيلو ديال الطحين عطاني شحال عطاني، المهم الا بغيتهم نتوما صغيورين راه غيعطوكم. صافي غنشد هكايا وغنضربهم بحال شكل غديري القرص، صافي غنخليهم يخمروا تيخمو عاد ندهنهم بالبيض. هنا درتهم كبارين، هم تقريبا حنايا ثلاثة الأفراد
هذه يعني يعطيو حتى ثلاثه الافات بين اربعه. من بزاف بنادم يدير كيلو ديال الطحين غيعطيك كميه، حيت ما تنساش مازال غادي دير التعميره تبارك الله راه غيجيو عامرين. صافي انا غنخدم ليهم دابا يرتاحو مزيان، تحسبي ما خمرو وندهنهم وغنشعل عليهم الفران. خدمت تقريبا واحد غير نص ساعه تبارك الله، مع دابا سخون الحال دغيا غيخمروا ليا. المهم البنات هانت هما المخبزه ديالي خمرو، المهم ندهنهم عادي بالبيض. انا خديت هنا غير صفه البيض شتي، غنبسطني ولدي في راس هنايا لعند الداري ما نعاود لكمش. انا ماما ماما انا ندوق. صافي انا غادي ندير ونبقى نزوق. المهم الا عندك زنجلال ولا اي حاجه. المهم البنات هانتي انا سالت الدهن وزوقتهم، اللي عندو ججلان يدير ججلان الابيض الجندل القهوي، المهم على حسب اللي عندك زوقي به. المهم ان شاء الله هاد الفران يسخن غندخلهم يطيبو، والحشوه ديالي راه وجدات. المهم البنات هنايا عندي الحشوه ديالي، عندنا جوج بصلات متوسطين قطعتهم شلطتهم. انا عارفه البصله البيضه دغيا كتذوب. عندي هنا صدر ديال الدجاج، ممكن انكم تعوضوه بالكفته على حساب كل واحد. المهم انا هنا درت صدر ديال الدجاج. عندي هنا 4 دريوس ديال الثومه. بالنسبه للعطريه غندير شويه ديال الخرقوم، شويه البزار، شويه سكينجبير، شويه ديال الملحه وزيت المائده، وهذا قزبر يابس. المهم انا ان شاء الله انا غنوريكم الطريقه. وعندي وجد المقله ديالي غندير فيها شويه الزبده باش نشحر فيها ان شاء الله. المهم البنات اول حاجه شديت هنا شويه الزبده غنخليها تذوب مزيان حتى نحسب بانها كتذوب، وغندير عليها الثومه. المهم البنات هانتي شفتو هنايا الثومه ديالي مع الزبده، هادشي كتعطي واحد الريحة زوينة التومة. دايما نبداو بالتومة هي الأولى كتلقى ديك البنة ديالها. صافي أنا غندير البصلة ديالي نشحن مزيان. الزبده ملي كديريها زوينه. المهم البنات بعد ما شحرت ليا البصله ديالي مزيان مع الثومه غندير هنايا صدر الدجاج ديالي. صافي وغندير العطريه ديالي، غندير شويه ديال الخرقوم شويه ديال البزار. شتي كتجي البصله شحال معسله. صافي هنا البنات شفتو درت شويه ديال البزار شويه ديال الخرقوم شويه سكينجبير وشويه ديال القزبر يابس. صافي نخلي بقا يتشحر مزيان وشويه ديال الملحه، عندكم تنساو الملحه ما ديروهاش. صافي غنخليه يتشحر مزيان على خاطر. المهم البنات ها هما الخبيزات ديالي ها هما وجدوا. شوفي انت جاوا طبيين تبارك الله. المهم هنا غنزبقهم بالبيض، وعندي هنايا مطيشه، هنا مايونيز، وعندي هنا صدر ديال الدجاج، وهذا الفرماج. المهم الطريقه غادي نعمرهم ان شاء الله. راكم عارفين ندير شويه المايونيز ونعمرهم مزيان، وانتم تشوفوا ان شاء الله الشكل النهائي. المهم هانتي كنشد هنايا الخبيزات ديالي. المهم على حساب كل واحد شنو باغي باش الطريقه باش باغي يعمر. المهم هنا غندير مايونيز، غنجيب لنا واحد الطبق ديال الفرماج،
غندير هنايا واحد الطف ديال البيض، غنجيب هنايا هاد لاصوص لي صايبت. المهم انا غادي نطلع الحار كيما بغاش يدير الحار صافي. وندير هنا واحد الطف مطيشه، اللي بغا يدير الخس يدير الخس صافي، نبقى هكا حتى نكمل الخبيزات ديالي. هانتي البنات، المهم ها هما السندويتشات ديالنا ساليتهم، المهم الطعمة على حساب كل واحد شنو بغا، والله إلا كيجيو غزالين. هانتي تبارك الله. المهم شكرا بزاف، بصحة وفرحة، إن شاء الله فيديو جاي إن شاء الله.